السبب هو الجماهير ديالنا اللي كتشجعنا والمدرب وكل شيء. انا ما كنت عارف باللي الا كان دخل الزميل ديالي حتى هو غادي يقدم المستوى الكبير اللي هو انت السيودي، وكان ما عندي ما ندير. لو بلوز امبورطون خصني نبقى مع صحابي، سورتو كو سي ماتش زعما ديسيزيف. و بقات الاصابه كما نسيت الاصابه والحمد لله رجعت التسجيل. واه كنت كنقول باللي خصك دوزو من الفينال حتى الفناوتي وراك تمشي ليك. انا وكما قلت باللي هذا الجيل هذا جيل تبارك الله اللي ضحى في جميع المستويات بزاف ديال الحوايج، ضحى منهم وصبر للاعبين للاستاف لكل شيء. كنقولوا كما كتشوف باللي كتقدر تاخذ عطله ومن بعد كيديروا لك ماتش ولا هذا، دونك كنا كنضحيو كنا كنتكونسونطراو اكثر، وهادشي اللي كاين لا جمهور لا حنا كنا كما تنقولوا عائله. والحمد لله ملي كتكون اون فامي اللي متحده كيجيب الله التيسير. راه كلشي وارد، مباراة ديال كاس كلشي وارد. بريبارينا يعني لا سيمين كلها كاع يعني كاع شنقول كاع لي سيتياسيون. الحمد لله يعني وصلنا لي بيناتي اشتغلنا عليهم توفقنا. عرض لك الفريق فتح الباطل اللي هو قدم مباراة كبيرة رغم انه العياء يعني اثر على الفريقين بجوج كي كتعرف في نهايه السنه والطقس الحار، ولكن الحمد لله حققنا المبتغى. وكي قلت للزملاء تاعك كنتمنهم الله يعني تكون هذه السنه تاريخيه وناخذوا لا كوب حتى هي ان شاء الله ونحتفلوا كامل باذن الله. والحمد لله اول حاجه يعني كنبغي نهني اللاعبين على المستوى اللي قدموا. مباراه ما كانت سهله، لعبنا فريق بطل المغرب وبطل اصبط الابطال الافريقيه، يعني كيف مشي المستوى يعني ما كانش كان متقارب بزاف. يعني شي لاعبين عندنا شباب يعني عنده خص شويه ديال التجربه، الحمد لله داكشي غيجي مع الوقت. يعني الحمد لله على هذا المستوى اللي قدمناه، وكنتمنى ان شاء الله ندوروا بمستوى مشرف ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله.